التاسعة في القاهرة، موجز الأنباء من أون لايف. نفت الخارجية تقارير أثيوبية سودانية تحمل مصر فشل جولة المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة في الخرطوم. وأكدت الوزارة في بيان لها أن مصر شاركت في هذا الاجتماع بروح إيجابية ورغبة جادة في التوصل إلى اتفاق. وأشارت إلى أن الوزير سامح شكري وجه دعوة إلى نظيري السوداني والإثيوبي لعقد اجتماع ثان على المستوى التساعي في القاهرة لاستكمال المناقشات. عقد وزراء خارجية دول الرباعي العربي اجتماعا تشاوريا على هامش اجتماع الخارجية العرب في الرياض. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن الوزراء العرب أكدوا على تمسك دولهم بالمطالب 13 والمبادئ 6 أساسا ضروريا لإقامة علاقة طبيعية مع قطر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعقد اجتماعا بشأن سوريا خلال الساعات المقبلة، وأضاف أن هناك قرارات ستتخذ في هذا الصدد قريبا جدا. ومن جهة أخرى قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن بلاده لم تتخذ أي قرار حتى الآن لشن هجمات عسكرية في سوريا. كما قال رئيس مجلس النواب الأمريكي إن واشنطن لديها مسؤولية لقيادة الرد العالمي بشأن سوريا، ويقول ترامب لديه سلطة للقيام بذلك. طرحت السويد مشروع قرار بمجلس الأمن يطالب الأمم المتحدة بإرسال فريق إلى سوريا للبت في جميع القضايا الخاصة باستخدام الأسلحة الكيماوية. مشاهدينا الكرام، انتهى موجز الأنباء بعد لحظات معكم الزميلة رغدة منير وتغطية خاصة. إلى اللقاء.